نفسك تنجح، نفسك تعمل فلوس، نفسك تكون مشهور، نفسك في أي حاجة. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ما كان العبد في عون أخيه، أو إذا كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه. لو أنت عايز تنجح أنت محتاج أن ربنا يساعدك، وعلشان ده يحصل محتاج أن أنت تساعد الناس. القصة على فكرة أبسط من البساطة. بس خلاص. السلام عليكم. وما تنسوش يا جماعة الفيديو ده، الفيديو ده أنا هكون موجود معاكم فيه، والفيديو ده مهم جدا جدا، أنا هكون موجود معاكم فيه في التعليقات. أي حد هيكتب حاجة هتلاقوني برد عليه مباشر في الفيديو وإحنا بنتفرج عليه مع بعض. لو مش فاهم حاجة من اللي أنا بقوله ده اشترك في القناة واتفرج على الفيديوهات اللي هناك هتفهم أنا بتكلم في إيه أصلا. سلام.